وعدناكم باش نرجعوا بعد مدة 100 يوم ولا أكثر شوية، طبعاً 4 شهور، باش نعطيكم حصيلة العمل متاعنا ونعطيكم زيادة خطة العمل للمرحلة القادمة قدام مجلس نواب الشعب وعبركم انتوما الشعب. نهني الحكومة هذه باللي قامت به والتاريخ سيذكر لها ذلك. التونسي اللي قلنا له اقعد في دارك، قلنا له ما تخافش على شهريتك وما تخافش على خدمتك باش تلهاو بها، باش نعطيه للمؤسسات الفلوس في إطار البطالة الفنية باش شهريتك تقعد تتصب. فما عملية فيها شوية قلة وضوح، هاني باش نوضح. حاشتنا بعباد تغامر وعباد ما تلوش على بقعة مسمار في حيط تستثمر فلوسها ما تشريش دار. كيف أنا كانت عندي برشا عروض نتاع عمل، أنا قبل ما تجي الثورة كنت على رأس أكبر شركة صناعية مصدرة في تونس نترأسها. أول شركة شريت الكونكورون بتاعها في إسبانيا، أول شركة تونسية تشري كونكورون في إسبانيا. القانون يطلب التصريح بالمكاسب، كل المكاسب متاعي حتى لين مرة من المرات، لأنه أنا مصالح من 2012، صرحت 4 مرات، يعني 2012 كي دخلت و2014 كي خرجت وكي ترشحت للرئاسية وآخر مرة، قالوا لي بالتدقيق الممل حاطط. قلت لهم هي بالتدقيق الممل، بالكونت بالكونت بالشركة بالشركة كله موجود. نهار 27 فيفري الكل عملوا التصريح متاعهم في هيئة الحقيقة والكرامة، كل السادة الوزراء، لا هيئة كافحت الفساد. قررت باش نتخلى طوعيا على المساهمات بتاعي في الشركة هذه قبل ما يجي القانون، وكل ما هو باش يقرروا القانون. العباد اللي تحب تضرب مصداقية الشخص اللي قدامكم نقول لهم بالتونسي يبطى شوي برا، لوجوا على التاريخ ملي تولدت. كان تلقاو حاجة مخالفة للقانون حاجة، أنا أستقيل من الموقع هذا، لأنه النزاهة اللي أنا جاي باش نكرسها في البلاد ومكافحة الفساد اللي جاي باش نكرسها في البلاد كرستها كي شديت وزير مالية. اللي يحب يشكك في مصداقية ونزاهة شخصي نقول له يزمك، واللي يتصور روحه في هذا يحب يشكك في نزاهتي ومصداقية هذاك جوابي لي. وبفضل العمل الجبار اللي صار جماعي بلادنا حميناه، وباش نواصل نحميها من المخاطر اللي جايين لقدام، لأنه ما زالت عنا مخاطر وما زالت عنا تحديات. وسامحوني معناتها مانيش باش نكون باش نحكي لكم حكاية، وأنا قلتها من الأول يلزمنا نصارحوا الشعب التونسي. احنا اليوم بعد الجائحة، وتو نرجع زيد قبل الجائحة شوية، في نسبة نمو اليوم مقدرة بإلا 6%، نسبة نمو إلا 6% حسب آخر تحليل. وفما شكون من شركائنا يقول OCDE وFMI وبنك مونديال إلا 6.8، وما زلنا نتفاوض إلا 6%. تونس عمرها ما عاشتها الثورة، الثورة عام 2011 هبطنا إلا 2%، اليوم احنا الا 6%. احنا نسبة مديونتنا وصلت الى حدود مخيفة، 92 مليار دينار مديونية متاع الدولة. لقدر الله كانت تضرب بستيك ولا السوناد وتولي ما عادش فما ماء ولا ما عادش ضوء تنفيق وقتها. مؤسسات عمومية كلهم فالسين، السي بي جي والجروب شيميك كانوا يجيبوا للدولة عام 2010 800 مليون دينار، عام 2010 اليوم الدولة تصب لهم في 200 مليون دينار، اليوم الدولة تصب لهم يعني 1000 مليار ضايع. قلت طريق الترقيع وفق، هذا هات شاشيتك هات صباتك وشاشيت هذا على راس هذا وخذ الفلوس من هذا هز لهذايا وهذا اعطيه هذايا انتهى. انا عندي ثقة في كل مؤسسات الدولة. الكورونا هو الهدف مش بعيد ياسر، هيك الكورونا هيك ملحمة الكورونا نتفرجوا فيها كيفاش ربحناها. نفس القيم، جرأة ومسؤولية وإنجاز فعلي، مش نقعدوا مشروع قانون وده. إنجاز فعلي
في الأرض وتضامن ووحدة، هذا اللي مش خلينا نخرج منها الوضعية هذه. الإدارة إذا ما ترقب تسهل وترقب، واللي خالف القانون تطبق عليه القانون، لأنه احنا شو اللي عندنا مشكلة؟ نراقبوا رقابة قبلية تاع كل شيء وما نجمناش، لأنه كان جات وقفنا لا محالة. وفي الجانب الآخر فما برشا إفلات من العقاب، واحنا هذوما الزوز باش نخدموا عليهم، التبسيط ووضع كل الآليات انطلاقا من سياسة جزائية اللي عمرها ما تكتبت في تونس، أنا كتبناها ناقشناها الجمعة اللي فاتت في مجلس الوزراء وباش تخرج. مازال لنا الفساد والاعتداء على المواطنين من بركاجات وغير ولا على المؤسسات، هذا أولوياتنا في المرحلة الجاية، وهذه السياسة الجزائية بتاع الحكومة هذه. قلت المشاريع هي اللي مش تكون البلان دو رولانس بتاعنا على المشاريع. مشاريع العمومية 3000 مليار، مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويلزم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تنطلق في إطار القانون باش تعاون الدولة. الدولة ما عادش تنجم تعمل كل شيء، الدولة يلزم شكون يعاونها في إطار القانون. عندنا 9 مشاريع ايدونتيفي بقيمة 2500 مليون دينار، هذوما اللي باش يركزوا معاهم في المرحلة الجاية، لأنه كي ندزوا المشاريع العمومية والمشاريع القطاع العام والقطاع الخاص باش تتحرك العجلة الكل. الريع هو اللي يخلي الأسوام غالية على التوانسة، وسنتصدى له. سيد رئيس الحكومة إذا تتفضل تراعي الوقت. أعطيتنيش وقت أنت سيد الرئيس. عندك الآن 80 دقيقة يعني. المنوال الجاي حطيناه في الوثيقة التعاقدية وما زلنا عليه، باش يتبنى على عودة الدور الاجتماعي الدولة في تكافؤ الفرص. ربي وفقنا وإن شاء الله مع بعضنا نواصلوا هالمرحلة ونواصلوا هالانتصارات، وشكرا لكم.